ثمرة الإيمان بصفة النزول ماذا تصنع؟ تجتهد للقيام في هذا الوقت، صح؟ وتدعو الله سبحانه وتعالى. وهناك من ينكر النزول، نعم، لكن هو بفطرته يثبت النزول. كيف؟ يجتهد في ثلث الليل الآخر وبخاصة في العشر الأواخر من رمضان. قالوا أن النزول نزول للرحمة، ونزول للملائكة، ونزول للأمر، وكذا هو الله مخالف للكتاب والسنة والإجماع. ثم لا يمكن أن الملائكة أو الرحمة تتكلم بهذا الكلام، هل من سائل؟ صح. ثم الرحمة، نريد نزول الرحمة إلى أين؟ إلى الأرض، لماذا تنزل فيه؟ والرحمة والأمر والملائكة النزول يكون لهم في كل وقت، لماذا خص بثلث الليل الآخر؟ نعم. هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ وهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. البعض أيضا يقول طيب الليل يمتد في الكويت ثم في السعودية ثم في مصر ثم في كذا، معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل وقت؟ أعوذ بالله، هذا اعتقد ماذا؟ اعتقد أولا، وهذه طريقة أهل الباطل، يعتقد أولا ثم ينكر النصوص. اعتقد ماذا؟ التمثيل. نحن أولا نستدل، الدليل ماذا يقول؟ ينزل ربنا الوقت ثلث، آمنا وصدقنا وسلمنا، ليس كمثل أي شيء، ليس لي علاقة. أنا علاقة أن أقول آمنت وصدقت وسلمت والله سبحانه ليس كمثل أي شيء. كم من مصلي اليوم يقول الحمد لله رب العالمين؟ كم؟ كثير. والله سبحانه وتعالى قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. كيف لا تقول كيف؟ قل آمنت وصدقت وسلمت. يقول الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله. النتيجة يهدك الله، آمن تهتدي. إذن طريقة أهل السنة الاعتقاد أولا ثم الاستدلال، هذا على مذهب أهل الباطل. استدلال أولا الدليل، ثم بعد هذا نعتقد آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم. يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. نعم. وأنه يجيء يوم الفصل، هذا فيه إثبات صفة المجيء والإتيان. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى مجيء حقيقي يليق بجلاله عظمته، مجيء لا يماثل مال المخلوقين. نعم. طيب بعضهم قالوا أن هذا المجيء لمن؟ للملائكة، لكذا مثلا. لا، غاير الله سبحانه وتعالى بين مجيء الملائكة ومجيء سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ نعم، ما الدليل؟ الأدلة على المجيء والإتيان. وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، هذا صريح القرآن، وغاير الله بين مجيء ومجيء الملائكة. نعم. قال وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء بالقضاء العدل، كما يشاء، مجيء حقيقي لخجلة عظمته. نعم. وأنه يرى بلا إنكار، يرى بلا إنكار. عندي سؤال وما عندي جواز، لماذا يذكر علماء العقيدة صفة، لا يذكرون أدلة الرؤية، يذكرون أدلة الرؤية، لماذا يذكر أدلة الرؤية في كتب الأسماء والصفات؟ ما الفائدة؟ ما مدخل إيراد أدلة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه؟ لماذا تذكر في كتب الأسماء والصفات؟ من يعرف؟ لأن الآن لا يمكن لإنسان ينكر الصفات لابد ينكر الرؤية، أي إنسان ينكر الصفات لابد ينكر الرؤية. لماذا؟ لأنه ما ترى المعدوم، إذا ترى شيء نقول صف لنا هذا الشيء، صح؟ فإذا كان يرى الله سبحانه هذا معنى أن له صفات، فهذا يضطر إذا أنكر الصفات ينكر
الرؤية. وقال بعض العلماء نسأل العافية والسلامة، يقول حري بكل من أنكر الرؤية ألا يرى الله. وأعظم نعيم وأعظم ما يتطلع إلى المسلم رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة. معتقد أهل السنة والجماعة أن نفسا لن ترى الله حتى تموت، قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما كان يصلي أحد السلف كان يصلي في مكان ليس معه أحد، رأى نور يأتي من جهة القبلة، ثم رأى شيء على عرش، ثم هذا خاطب هذا الذي من السلف وقال له أي عبدي فلان، سماه باسمي، إنني أنا ربك. نعم، إيش تصنع؟ ها، بصق في وجهه وقال اخسأ عدو الله. لا يمكن ان نفسا لن ترى الله حتى تموت، مفهوم؟ كان في المسجد ولا يوجد احد، المسجد مثل هذا المسجد طابقين، وعلى طريقه متى علم الناس ان الغنى سنه تتبع وان ياكل المرء اكل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع، وقالوا سكرنا سكرنا بحب الاله. قال وما اسكر القوم الا قصع، يعني ياكل. المهم هو يتمالي في المسجد الله الله الله. فهذا صعد له من فوق فلان، وهذا التفت لا يوجد احد، فلان اقرأ. قال ما أنا بقارئ، كفر أكبر، والله كفر أكبر، مخرج من الملة، يعتقد أن جبريل ينزل عليه بالوحي. إخواننا لابد نتعلم معتقد أهل السنة والجماعة. هناك من يظن في هذه الأيام أنه قد يرى الله في اليقظة أو ينزل عليه جبريل بالوحي، كفر أكبر، مخرج من الملة. نعم، إذن رؤية المؤمنين لربهم. البعض قال لا، عندنا أدلة على عدم الرؤية، لن تراني. شيخ الإسلام جعل على نفسه الإلزام أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا شيخ الإسلام يقلب الدليل عليه. لن تراني، سأل شيء مستحيل ممتنع؟ لا، لو كان هذا السؤال ممتنع لأنكر الله سبحانه وتعالى عليه، لكن علق الرؤية بماذا؟ ببقاء الجبل. واحد. الثاني لا تدركه الأبصار، دليل على الرؤية، لأن عدم الإدراك يدل على الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليه، سد الأفق، أدركه؟ لا، رآه؟ نعم، لا شك. مفهوم؟ نعم. الدليل الثالث لا تدركه، قلنا لا تدركه الأبصار. الدليل الثالث كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله إذا حجب أعداؤه رآه أولياؤه، صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. مواضع الرؤيا في موضعين، الأول في عرصة يوم القيامة، والثاني في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نتعدى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، للذين أحسن الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المؤمنين لربهم. نعم. كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن. نعم، يقول هذا محكم ليس بمتشابه. نعم. وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام. نعم، يقول ثبتت أدلة الرؤية بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. نعم، شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. نعم. وخص بالرؤية أولياء، خص بالرؤية أولياء، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون رآه إذا حجب أعداؤه رآه أولياء. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. وخص بالرؤية أولياء فضيلة وحجبوا أعداؤه. نعم. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات. نعم، يقول سؤال مهم جدا، هل آيات الأسماء والصفات من المحكم أو من المتشابه؟
الله علم نقف عند هذا، نشرح هذا ولا ايش رايك؟ احسن. ها؟ نعم؟ طيب ما مشكلة. المحكم والمتشابه، انتبه يا اخي معي. القرآن يوصف بأنه محكم، كل القرآن محكم. كتاب أحكمت آياته. أي محكم يعني متقن. والإتقان يفسر قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار لا كذب، وعدلا في الأحكام لا جور ولا ظلم. القرآن كله صدق، هذا إذا كان خبر، وإذا كان أحكام عدل. انتهينا؟ هذا يوصف القرآن بأنه محكم، كل ما في القرآن تمام. ويوصف القرآن بأنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. إذا قد يذكر الإحكام على حدة معناها الإتقان، وقد يذكر التشابه على حدة معناه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. إذا جاء المحكم مع المتشابه كما في سورة آل عمران، اجتمع المحكم مع المتشابه يكون المحكم الذي اتضح معناه، والمتشابه الذي اختلف معناه. والاختلاف هنا والتشابه هنا ينقسم على قسمين: إما تشابه مطلق أو تشابه نسبي. أعيد لا إشكال. إذا جاء الإحكام وحده معناه الإتقان، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. ويأتي المتشابه يوصف القرآن بأنه متشابه، أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. يأتي المحكم مع المتشابه يكون معنى المحكم الذي اتضح معناه، والمتشابه الذي اختلف في معناه. والاختلاف هنا ينقسم إلى قسمين: مطلق ونسبي. وهذا ينبني على قراءة الوقف والوصف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. تقف، هذا تشابه مطلق، هذا لا يعلم إلا الله. كيفية الصفات، كيفية ما عد الله للمتقين في الجنة، نسأل الله من فضله. هذا تشابه مطلق لا يعلم إلا الله. الثاني تشابه نسبي، وهذا ينبني على قراءة الوصف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله. مثال نرجع عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. هل قال هذا من باب العجب والغرور والترفع على الناس؟ لا والله، أراد أن يبرهن ويثبت للناس أن كل ما في القرآن يمكن الوصول إلى معناه. مفهوم؟ تمام. إذا تشابه نسبي يعني هذا لديه 60%، هذا 70% وكذا. ولهذا قال: أنا من الراسخين في العلم. إذا تشابه مطلق كيفية الصفات، تشابه نسبي عند بعض الناس دون بعض. هل الآن السؤال: هل آيات الأسماء والصفات من المحكم الذي اتضح معناه، أو من المتشابه الذي لا يعلم مطلق لا يعلم إلا الله؟ نعم، ثاني مرة: هل آيات الأسماء والصفات من المحكم الذي اتضح معناه، أو من المتشابه المطلق الذي لا يعلم إلا الله؟ لو تقول محكم خطأ، وتقول متشابه خطأ. محكم آيات الأسماء والصفات من قبيل المحكم الذي اتضح معناه، من حيث المعنى، معاني معلومة، نعلم معنى الاستواء والعلم والحي والقيوم والصمد والله، صحيح، والرحمن والرحيم، المعاني معلومة، انتهينا. ومن المتشابه المطلق من حيث كيفية. إذا لو سأل سائل: هل آية الأسماء والصفات من قبيل المحكم والمتشابه؟ نقول: من قبيل المحكم من حيث المعنى، اتضح المعنى. ومن المتشابه المطلق الذي لا يعلم الله من حيث كيفية، والحمد لله. نعم، هذا اللي يقول الشيخ. اقرأ. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، نعم، وصح فيما قاله رسوله، فحقه التسليم والقبول. آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم. نمرها صريحة كما أتت. نمرها صريحة، ما معنى هذا؟ معنى إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة. يعني لا يمكن يا أخواننا، بعض الناس يقول أن الآيات الأسماء والصفات
تقرأها مثل ما تقرأ الآن تمشي أحيانا مكتوب بعض الكلمات بالأردو صح أو بالفارسي صح عند دورات المياه مثلا أنا لا أعرف أقرأ يعني هذا المكتوب يكتب مثلا وضوك خانة صح يكتب هكذا يعني كتابة أنا أكتب الآن ديس ديس هذا يعني تقرأ ليس له معنى أصلا وموضعة العرب صح أكتب يس بالعربي بالعربي حروف عربية خلاص نعم هذا كلام العرب كلام مهمل تمام يقول بعض الناس أن آيات الأسماء والصفات تقرأ هكذا مثل ما تقرأ ديس أو تكتب آيام بالعربي سوري مثلا وقالوا ما نفهم منها شيء هذا الكلام فيه تكذيب للقرآن وتجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح وفيه استطالة للفلاسفة يعني نرفع الفلاسفة فوق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة تكذيب للقرآن لأن الله سبحانه وتعالى قال ليتدبروا آياته ولم يستثني شيء لم يستثني آيات الأسماء والصفات بل أكثر ما في القرآن أسماء وصفات توحيد الثاني تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذا جاهل كفر أكبر استطال الفلاسفة لأنه قالوا خذنا بحار في العلم وقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على شاطئ ما يمكن يقول عرفت المصحف على ابن عباس جاهل رحمه الله ثلاث مرات أوقف عند كل آية ولم يستثني شيء مفهوم؟ أي نعم فهذا اللي يقوله من قال أنا أتوقف لا أكون مع أهل السنة ولا أكون مع أهل البدع يقول هذا القول هو من شر أقوال أهل البدع لأن التكذيب للقرآن وتجهيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم واستطالة للفلاسفة نعم نمرها صريحة كما أتت اعتقادنا لما يقول إثبات والتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة أما تقرأ هكذا كما تقرأ الكلام الغير عربي هذا من شر أقوالهم البدعة نعم ما اعتقادنا لما لو اختلط نعم من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل الله أعلم نقف هنا لأنه نريد أن نشرح التكييف والتمثيل والتعطيل والتحريف والتأويل غدا أحسن اسمح لي جزاك الله خير أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خير نمشي خلي السؤال على الماشي كيف يكون الحرام رزق الحرام رزق ولا يبلونكم الله بشيء رزق لكنه محرم الربا رزق رزق محرم نعم يسمى رزق هذا كلام الشيخ بن عثيمين والله سبحانه وتعالى يقول ولا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنال ايديكم ورماحكم رزق لكن محرم في شيء لا موعدنا الثلاثاء إن شاء الله